أكيد نتكلم عن تحول نوعي ربما في عملية الاستهداف. يعني لا ننسى أنه سوريا عبارة عن مسرح حركات، يعني مسرح حركات لوجستي عملياتي، يعني فيه كل قوى العالم تكاتفون، ولكن الأكثر حضورا ربما القوات الإيرانية، ولديها 539 موقع مسلح داخل سوريا بشكل عام. المشكلة هنا أنه على مدى 10 سنوات ربما أكثر، يعني إيران تجد أنه هذا الزون العملياتي أو هذا المسرح العملياتي منطلقا من العراق وصولا إلى سوريا ولبنان للضغط على إسرائيل، ويعتقدون أن إسرائيل هي بيضة القبان في التأثير، وعلى الأقل كورقة ضغط كما كانوا يفكرون ولا يزالون. تعرف أنت لو أحصينا كم عدد الصواريخ التي تم إطلاقها من حزب الله ومن إيران ومن غيرها تكاد تكون بالآلاف، ولكن لو نذهب إلى المؤشر الرقمي للتأثير لن نجد هناك مؤشر رقمي للتأثير، أي بمعنى أنه هي وسائل كما حصلت مع القوات الأمريكية، ضربات غير فتاكة، الغرض من عندها أنه الإشهار بالقوة ومحاولة إرسال رسائل سياسية بأدوات عسكرية. ما جرى أمس في سوريا حقيقة، لأنه هو استهداف ما يقارب 15 صاروخ، 4 رشقات طائرات وصواريخ، عملية أنا أجدها طبيعية جدا. يعني أحمد خلينا نوصف الأمور بما هي فعلا. يعني إحنا نتكلم، وأنا أكثر مرة في برنامجي قلت إحنا نتكلم عن حرب إقليمية قائمة الآن، ولكن بوتيرة منخفضة. يعني هذه الحرب إذا كانت إطلاق الصواريخ مو حرب، إذا كان استخدام الطائرات مو حرب، وإذا كان العمليات القصف مو حرب، وإذا كانت استخدام القوة والمناورة بالعمليات مو حرب، لأن متى هي الحرب؟ إذن هي الحرب قائمة مبدئيا وفقا للمعايير والمؤشرات العسكرية، لكنها بوتيرة منخفضة لحسابات. أنا أعتقد صانع القرار يعني العسكري الظل، يعني ممكن نقول احنا الحرس الثوري الايراني وليس ايران كدوله، يرى انه انشغال اسرائيل مع حزب الله وبالداخل مع حماس وربما في الضفه قبل كم يوم هو ايجابي لمصلحتها، يعني ايجابي ليدفع الخطر في عامل قوي بالنسبه لحزب الله، وايضا حتى لو انتشرت هذه العمليات او توسعت هذه العمليات الى سوريا ضمن سياق قوة منفتحة جديدة ربما في سوريا، وفقا لتقارير موجودة أنه هناك أكثر ما يقارب 50 إلى 60 ألف مقاتل حديد وصل إلى سوريا، ربما ذهب إلى لبنان، ربما البعض يقال يعني في التقرير أن هناك 4 مدن يعني موازية إلى خط الحدود الإسرائيلي ضمن سياق الانفتاح. طبعا أكيد إسرائيل ما يميزها أن الاختراق الاستخباراتي العالي، يعني عندما تتكلم عن ضربات في العمق بهذه الدقة تتكلم عن مستوى معلومات دقيقة، يعني هناك عملية رصد مستمرة على مدى 24 ساعة وبوسائل وأدوات حديثة جدا، حتى تستطيع أن تصل إلى سائق الدراجة في حزب الله وتستطيع أن تستهدفه. هذا الكلام، ولكن نقطة الضعف لإسرائيل، وهذا عامل جدا، يعني على مدى سندخل عام تقريبا من في 7 اكتوبر، ليس من مصلحة اسرائيل، وهنا النقطة حتى نفكر انه ممكن العمليات تتطور الى حرب شاملة، حرب اقليمية شاملة وليس حرب اقليمية محدودة كما اصفها انا، نعم لانه فعليا فعليا لا تستطيع اسرائيل ان تستمر في عملية استنزاف معدلها من حزام النار الايراني اللي متواجد على اطراف الحدود، وايضا بعمليات اسناد معززه من الحوثي وكذلك من الفصائل الافغانيه والباكستانيه وغيرها. نتكلم عن حرب واضحه المعالم، لا يمكن القفز عنها. لافروف اليوم يتكلم بشكل واضح، يعني وزير الخارجيه الروسي يقول نحن قريبون جدا من الحرب الاقليميه، وانا اقول له نحن في مثل الحرب الاقليميه حاليا. اذا هذه طيب العمليات هي بحد ذاتها نقطه، بس اوضحها اخيره احمد، تفضل. النقطه جدا مهمه في هذا الاتجاه، البقاء دائما خوض الحرب أقل كلفة من الانتظار، عشان نفهم أنهم ربما يذهبون فعلا إلى توسيع الحرب، وهو وفقا لتصريحات نتنياهو وزيارة قائد القيادة المركزية وتصريحات أخرى مماثلة، يعني
في هذا الاتجاه.